أعرب الاجتماع الوزاري العربي الذي شارك فيه وزير الخارجية سامح شكري عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في قطاع غزة. كما أكد الاجتماع الذي عقد في بروكسل أهمية إنهاء جميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. شدد الاجتماع على أهمية الاعتراف أو اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لاعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية والمبادرات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة، ما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.